السلام عليكم خوتي، معكم كازار في الغرفه. ان شاء الله اليوم جاي ندوي لكم على واحد الفيديو ديال كيفاش كيصايبوا الحراقه وريقاش في فرنسا عن طريق لاكارت مدرحه خوتي، يا عن طريق 3 سنوات او 5 سنوات. اوكي خوتي، قبل ما نبدا لكم الفيديو جاي نوريكم واحد اللعيبه صاروخ ديال الماء. عطس في كازا تقول الحمد لله في اسبانيا خوتي، ما كاين الوطن، اللهم بارك الحديده صاروخ قرطاسه. يلا بقاو مع السينماتيك خوتي. قبل ما نبدا اخوتي، طريقه غير قانونيه ولكن كيصايبوا بها الوراق بزاف الناس، والسلطات الفرنسيه كيتغاضوا عليها، وهي الطريقه الوحيده باش تصايب انت حراك. كيفاش انت حراك كيقول لك تصايب وراقك بالخدمه بدا عن طريق 3 سنوات او 5 سنوات. هاد الطريقه اخوتي بلاكارت، بلاكارت مدرحه كيصايبوها الناس. سباري راه معروفه اخوتي، كاينه في باربيس، كتبدا تسوع راسك في باربيس كتلقى خوتنا الجزائريين وخوتنا المغاربه كيصايبوها لك 150 اورو حتى 200 اورو. كتصايب اخويا، كتصايب، حاول تصايبها بالمعلومات الخاصه ديالك، ماشي معلومات السميه وكنيه ديالك صح. علاش؟ حيت هذوك 600 وكنيه اللي غتصايب بها ديك لاكارت اخوتي هي اللي غتكون عندك في فيش دي باي، وهي باش ديكلارا خاصك ديكلارا بالصحيح اخويا ماشي بالغلط. شحال واحد كيدير لاكارت مدرحه وكيصاوب كيعطي 600 وكنيه بشكل لا على سميتك وكنيتك ديال بصح، باش الوراق اللي يخرجوا لك يخرجوا لك فيهم 600 وكنيه ديالك. ولكن اخوتي ما تصحى وما تصايبش بانك انت في فرنسا، ما تصايبش لاكارت مدرحه ديال فرنسا، حيت غيعيقوا بها سهله. كتصايب بانك عندك الوراق ديال بلجيكا ولا عندك اوراق ديال اسبانيا، مهم بلد اوروبي من غير فرنسا. وكيفاش كتصايبها؟ كتصايبها بالخروج الجزائري، كتمشي النهار الاول كتعطي 50 اورو كتصبق عليه، تعطي 600 وكنية والتصويره ديالك، كيقول لك من هنا ليومين وثلاث ايام، كيعطيك يتحدد معاك يقول لك رجع، كتكمل لي ديك 100 اورو اللي بقات ولا 150 اورو اللي بقات، وكيعطيك معاه واحد الورقه ديال التامين، كيعطيك لاكارت مدرحه مصوبه مضمونه، كديكلاري بها ما كيجبدوكش وما كيعيقوش بك، وكتخدم بها. شحال من واحد هنايا كيخدم بها، والطريقه باش كتخدم قانوني. ولكن اخوتي واحد النصيحه، هاد لاكارت غير غتصوب بها غير ديكلاري بها، فاش ديكلاري بها كتمشي تخبيها، ماشي كتبقى هازه معاك وتدور بها، حيت لحصلوها عندك في جيبك اخويا راه غادي تغرق، راك عارف راه مدرحه، البوليس كي غيطابيوها غيجدوها لك. اما في صندوق الضمان الاجتماعي بحال تقول فاش كديكلاريك راه ما غيجدوهاش لك. المخدم كتمشي عندو كتقول لهم راه باغي نخدم، كتعطي لك كوش، وهو الا كان شي عربي كيكونش عندك شي كارطه مدرحه باش نديكلاريك. فاش كديكلاريك هذاك المخدم هو كيحيد عليه المسؤوليه، كيقول لهم انا باش ما عرفتوش بان مدرحه، باش يطرا شي مشكل كيقول لهم انا جا عندي عطاني لاكارت شدي شي ديكلاريت بها، انا اللي عليا درتو ديكلاريتو، ماشي ما عرفتش كيخرج راسو. وانت بالطريقه كتخدم واحد عامين كتجمع لي فيش دو باي 24 فيش دو باي، وكتدفع الوراق ديال 3 سنين، كتدفع بطريقه ديال 3 سنين، خصك تجمع لي بروف ديال 3 سنين واللعيبه ديال العامين. كيتحط اخويا رجليك في فرنسا، سول اخوتي الطريقه ديال لاكارت مدرحه راه كاينه في باربيس. وشحال من واحد اخوتي هنا راه كيدفعوا في لي جازونس ديال ليزانتيريم، كتدفع بحال اي مواطن فرنسي، كتمشي تدفع بهذيك لاكارت مدرحه كتولي قانوني، كتمشي كتدفع ما كيجبدوكش ما كيعيقوش بك. علاش؟ حيت المعلومات صحاح عندك ومصايبه متقونه اخوتي، وكتكون وراق ديال بلجيكا ولا وراق ديال اسبانيا، اذا صعيب باش يطلعوك في لاسينيسيس كما كنقولوا حنا في المغرب، صندوق الضمان الاجتماعي، وكتديكلارا قانوني وكيخرج لك فيش دي باي بالسميه ديالك وبالكنيه ديالك. وانا الطريقه اخوتي كنستغرب وكتجيني في شكال، شحال من واحد عايش في فرنسا وكتقول لي الطريقه، يقول لك اول طريقه كاينه كيما ما كيسرقش الاخبار. علاش؟ حيت شحال من واحد عارف الطريقه وكيخليها ليه هو، ولا كيخليها غير لعائلته وصحابه وخوته، وما كيعلم وما كيوريوهاش لواحد اخرين. وانا في الفيديو جاي خوتي نوريكم كيفاش تصايبوا وريقاتكم ان شاء الله طريقه ديال 3 سنوات او 5 سنوات على حساب شوف شحال ضارب فرنسا. والله يسهل عليكم كاملين اخوتي، وهاد لاكارت اخوتي ما تخاف منها، ما تشدهاش منها ما والو، حيت ما غادي دير بها حتى شي حاجه، ما غاديرش بها شي حاجه غير قانونيه، غادي غير ديكلاري بها في الضمان الاجتماعي وغتصيب بها وريقاتك ان شاء الله اخوتي. وحاول كما كنعاود ناكد لكم، ناكد لكم ما ديروش غلط، ما ديروش شحال من واحد كيشد الا تلقى معك شي كونترول ولا شي في الطريق عندك تبدا اليوم اخوتي راه طرف على المشاكل، غتولي مشكل اكبر من المشكل اللي انت فيه. اذا حاول غير ديكلاري بها وتخبيها. ونزيدكم واحد النصيحه اخوتي، تخبيها ماشي توضرها ولا تلوحها، كديكلاري بها تخبيها. علاش؟ حيت باش كتبغي تصايب وريقاتك كيقول لك كيفاش انت ما عندكش الاوراق وعندك لي فيش دي بي، كتقول لهم اش درت واش درت واش درت، كيقول لك جيب لي هذيك لاكارت، كتجيب لك لاكارت كيقطعوها وكيدفعوك الدوسي ديالك. وان شاء الله الله يسهل عليكم كاملين خوتي،
وكلشي شدوا رقاشو. وفي هذه القناه ان شاء الله اي معلومه كاينه في الغربه نجيبها لكم كيف ما كانت. وشوف اي معلومه سمعتيها عندي في هذه القناه معلومه مضمونه و100% ما كاينش تخرشيش. وشحال من واحد غيجيني في الكومونتير يقول لي علاش كتوري الناس الطريقه مدرحه، انا ما كنقولش لك سير دير، كنوريك الطرق اللي كاينين، القوالب اللي كاينين في فرنسا والقوالب اللي كاينين في الغربه عامه. انا ما كنقولش كدير، ولكن انت باش كنعطيك انا المعلومه انت اش غدير؟ انت غتمشي تسول على راسك وغتقلب وغتعرف بان كلامي صحيح وما كايناش شي حاجه. شوف جبت لكم شي حاجه طريقه مجربه. وشحال من واحد وراه واحد معروف ومشهور كيف ما غنقول لكم، راه قال لي الدري صاحبي قال لي حماده الشروقات، حماده الشروقات راه معروف صايب وراقي في 3 سنين بهذه الطريقه اخوتي ديال لاكارت مدرحه، وراه كان دو عليها في واحد اللايف. وتحيه لي حيت الناس قلال اللي بغوا لكم خير اخوتي ويعطيكم الطرق. شحال من واحد كيخاف يقول لك انا دوحت لاكارت مدرحه يطرا، انا كنقول لكم لاش كاين واش كاين واش كاين، ماشي كنقول لكم سيروا ديروا، انا كنقول لكم سيروا ديروا كنقول لكم الطريقه باش كيصايبوا، باش قلت لكم الطرق باش تسوي وضع يدك في فرنسا، وقلت لكم طرق بزاف. شحال من واحد قال لي باش وصلت للطريقه الرابعه بالدقيقه كنعقل الطريقه الرابعه، قلت لكم الطريقه ديال لاكارت مدرحه. شحال من واحد قال لي في الكومونتير وفي فيسبوك وفي انستغرام قال لي اخويا كازاوي كيفاش هاد اللعيبه ديال لاكارت مدرحه، وجيت في هذا الفيديو شرحتها لكم بالتفصيل. سولوا راسكم خوتي في باربيس بالضبط، راه معامر باربيس راه بحال كدور في قريعه في كازا ولا كدور في السلطان، راه العرب موجودين خوتنا الجزائريين تحيه لهم من الفيديو، وخوتنا المغاربه راه موجودين كيصايبوا اخوتي ب 150 حتى 200 حاجه نقيه. وغير هاد لاكارت ما تخلعك ما والو، غير كديك العربيه والله يسهلك. وانت بهاد الطريقه وليتي خدام، تخيل معايا خدام تولي خدام قانوني الشهر داك تولي بحالك بحال مواطن فرنسي عادي ما كاينش مشكل. وتاد المشكل ديال ما كاينش خدمه غتولي تخدم، تولي تخدم شحال من حاجه كدفع عليه زانتيريم، عارفين لي زانتيريم راه بحال لي زانتيريم في المغرب، تخدم تخدم سيكوريتي، تخدم في الميناج، تخدم في الريستورات، تخدم عطا الله فاش تخدم اخوتي حاجه لاكارت كتولي بحال قانوني. شحال من مشغل ما كيعيقش بك، اما خوتنا العرب من احسن لقاي شي واحد اللي قلت معاه قول له الورقه راه لاكارت مدرحه، هو كيقول لك عندك شي لاكارت مدرحه جي نديكلاريك بها باش هو كيحيد عليه المسؤوليه، وانت كتبغي الطريقه كتسول الوضعيه ديالك. اخيرا وقعت لكم مني اختي كانت في مايا واحد كما وريتكم لي اختي كانت في مايا، غنوريكم واحد السفينه واعره. واش هو السفينه بحال هكا فرونسي السفينه بالعربي؟ يلا كازاو في الغربه. الفيديو سهل هنا، وما تنساوش ابوني وبارطاج وجيم الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو في راسكم.